The third word is grapes. سنة مثل الثلاث. I want a clear handwriting. أنا عايزة خط واضح، okay? Every word in a line. كل كلمة في سطر. Grapes. أنت لسه ما كتبتش خالص يا أدهم؟ بعدين sugar cane. drips Grapes. بعدها sugar cane. اه شوكر كائن بتهيألي بعت بجرب خلاص. كائن اوكي. اونيونز. اونيونز ده أسهل كلمة مش في التاريخ، 5 حروف تقريبا. اوكي رايت ات عشان تاخد عليها درجة. اونيونز. شفت انا جايبه لكم حاجات سهلة ازاي؟ خلاص خلصنا. بوتيتوز. بعد شكر كان ايه لحظة واحدة. خلاص بوتيتوس ماس اللي بعد الريبس يا انت لسه عندك grapes. بعد grapes ايه يا ولاد؟ شوغر م... sugar كان cane. sugar cane. يلا نكتب sugar cane. وشوغر كان مش في الأول خالص التشيكن بعد كده ووتر ميلون بعد كده شوغر كان yes طيب بعد شوغر yes كان ايه قبل sugar cane grapes grapes بعدين onions بعدين بعد شوغر كان grapes اه potatoes potatoes yes. طيب لحظة لحظة نكتب بقى emperor. emperor مس بعد جريبس ايه اكتبي معايا بقى ايثار وبعدين نبقى نشوف الكلمات الناقصة عندك عشان ما تعطليش زمايلك. طب لحظة بقى بعد جريبس ايه خلاص مس شوجر بعد كين. جريبس شوجر كان شوجر كين. اكتبي معانا بقى يا ايثار بليز. بعد جريبس ايه مس اللي بعد اونيونز يلا نكتب بوتيتوس بعد اونيوس بوتيتوس. بوتيتوس اه بوتيتو بليز. بعد جريبز ايه قلت لك شوجر كين. ما انا كتبت شوكر كين كتب قبليه خلاص. لا خلاص كده اونيون كتبتيش اونيونز. ايوه لا بوتيتو سهلة تبي اونيونز يا ايثار. حاضر طب خلاص بعد كده بوتيتو سهلة لا خلاص كده نكتب بقى كلمة امبيرر. امبيرر مش كتبتها ده ايه كتبها؟ كله كتبنا كلمة امبيرر. ايوه صراحة انا مش لسه ماشي اللي بعد بعد. بوتيتو نعم اللي بعد بوتيتو خلاص امبيرر. بعد انتظر خلاص لما يكتب كتبت امبيرر يا ادم. ادم كتبت امبيرر. بعد انتظر لسه طب يلا بليز بعد كتبنا. انتظر ثواني يا إيثار. طب لا اللي بعدها مش عشان ممكن تعطلني اللي اوكي بعدها بالاس. بالاس. ايه بالاس. بالاس. خلاص بالاس يعني قصر. بالاس. بعد البلد ننتظر صحابنا يا إيثار. ننتظرهم بس يخلصوا. خلاص خلاص يا آدم ولا لسه؟ لسه بتفكر؟ خلاص طيب competition. ايه competition
خلاص اوكي اخر كلمه معانا، خلاص كتبنا كلنا كومبيتيشن. انت اسف، كلوز يور مايند. بعد الكومبيتيشن. كلنا كتبنا كومبيتيشن. أو اوكي gardener gardener this is the last word، اخر كلمه gardener. مش خلصت، اوكي بس طيب هفتح الكاميرا بيك. اوكي قولي وريني. جود طيب، نقدر نصور اللوكيشن دي دلوقتي ونبعتها على الجروب ماشي، حالا؟ بعد ماشي بعد نعم امبارح، بعد امبيرل بعد امبارح بالاس بالاس بالاس، نقدر نصور الديكتيشن دلوقتي حالا ونبعتها على الجروب عشان اشرحها. ينفع تشوفيها، ينفع مش تشوفيها في الكاميرا عشان مش لو عارفه ببعتها على اشوفها في الجروب وانا في الجروب انا مش الزوم عارفه بيعلق اشوفها في الكاميرا، ما بتبقاش واضحه. ممكن اشوفها على اهو، الواتساب. اوكي نبعتها على اكيد الجروب. الزوم بيعلق لما ببعتها. طيب اوكي ابعتيها after the session. تمام. نت نت نعم يا ادهم. عادي، نت مش خلصنا، لا بس لسه اللي بعد خلاص. خلصنا ديكتيشن، يلا مع بعض، يلا نحل مع بعض بقى. كل واحد هياخد سؤالين. مس اللي بعد بالانس، بعدين يا ادم يلا competition نحل competition competition كمبيوتر competition يعني منافسة أو مسابقة. مس. طب يا بص كده يا مس، مس نعم بصي يا لكلمة مس اللي انا كتبتها. طيب، انت محتاج تحفظ الكلمات تاني يا آدم. اوكي ابعت لي بس ديت عشان اصححها لك، عشان الكلمات اللي انت محتاج تحفظها تاني. تمام طيب look at، انا عايزاكم بقى معايا كده كلنا يلا، علشان انا محضره لكم لعبه حلوه قوي، عايزين نوفر طب وقت سيبني كده سيبني ونتكلم الحق كتير. بسرعة، لعبة ولا امتحان؟ انا سيبني محضره لكم نت امتحان ولعبه الاثنين. اوكي مش انتوا بتحبوا نت اللعب؟ يس. اي لو انتوا هو خلصتوا نت فصلنا قبل الميعاد، قبل ميعاد السيشن بتاعنا هنلحق نلعب، لو ما خلصناش كده ابقى اجل لكم اللعبه للسيشن الجاي. نت نت احنا نت بنحب نت، احنا انت عارفه بنحب انا الألعاب. بجد شكرا سمعت شكرا الانجليزي كنت بحطها من لا 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 الفترات كله والأخر. close your mic، close your mic all of you، يلا turn off your mic، مش عايزه اسمع حاجه. كلنا بنتكلم مع ينفع بعض أقول كده شوية في وقت حاجة؟ واحد، انا مش سامعه. اللي عايز يتكلم raise your hand or her hand. أعرف إيدي يا نت. طيب ممكن الاول نحل وبعد كده باخد الاسئله بتاعتكم. تمام طب بس أول حاجة يا نت، هل يا نت اللي موجودة في الجمل، يا نت في تشيكن موجودة في الجمل؟ علشان أنا كنت بس كنت في الحمام، بس يا نت أنا كتبتهم كلهم. بس اه في اول تشيكن كلمة كانت عندنا موجودة. تشيكن، اول كلمة كانت عندنا تشيكن. طب يا نت لو شفت كتبت بقى، مثلا، بس يا ادهم turn off your mic please. ممكن نسمع تمام دلوقتي في حاجة جديدة عندنا في سنة رابعة ودايما بتيجي في الامتحان، ايه هي؟ ناس. شايفين اول طب سؤال دي هنا؟ صفحة كم خلاص يا ادم، خلاص يا ادم، شايفين هنا صفحة listen كم كم بس عشان ما and اعرفش. write page. انا مش شايفة الصفحة كويس. 40 page 40. اوكي طيب شايفين كلنا اول سؤال في البيج ديت مكتوب ايه؟ Yes. listen and write true or false، يعني انا هقرا لكم حاجه وبعد ما تسمعوها تجاوبوا على الاسئله دي. ما ينفعش اجاوب على الاسئله دي من غير ما اسمع التوبيك نفسها، لازم انا اقرا لكم حاجه الاول وبعدين نحل الاسئله دي. تمام فما حدش لما اديكوا هوم ورك يحل لي السؤال الاولاني بتاع الليسن، لان انا لسه ما قلتوش. اوكي كلنا لما بعت لكم الهوم ورك ما حدش يحل لي سؤال الليسن. الليسن ده هناخده في سيشن لوحده كلنا، نتعلم ازاي نحل سؤال الاستماع في الامتحان.
يعني نحل تو بس ما نحلهاش وان. نمبر 1 دايما اول ما نلاقي listen and write ما نحلوش ما دام انا مش مدياكو القطعه بتاعت الليسننج. تمام. طيب اوكي دلوقتي كل طالب هيبقى ليه two questions. تمام، واديله عليها درجه. تمام، نقعد بقى نحط الدرجات. يلا هنبدا بادهم. يلا يا ادهم نعم هتلاقيه نمبر يس. 1 and 2. يلا 1 and 2 بسرعه. اي ام اي ام فروم هنا يا ادهم زود اول رقم يمس زود عند شو يمس. a farm or park or palace is where an emperor lives. ها بلا 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 بلاي palace قصدك؟ اه اوكي يا ادهم ثانك يو. يلا نمبر 2 حلو. we wash. يلا يا ادهم حل نمبر 2 كمان. اه تمام. we watch the vegetables and the fruit. and fruit. thank you يا ادهم. اوكي يلا ايثار yes خلي لي هو ماشي، بس هي انا ام مش كنت سكور. واقفه ايدي. لا انا هو بالدور. اوكي بالدور. يلا ايثار انا بقول بترتيب الاسماء اللي قدامي مش انا بختار، انا على اساس ترتيب الاسماء اللي قدامي. يلا ايثار نمبر 3 اند 4. محدش يتكلم كله نقفل المايكات. my dad my dad my dad My dad is Egyptian. Egyptian. Not my mom is Egyptian. and or but انت قلتي اخترتي ايه؟ لا لسه محتاج. طب ها ام my dad is Egyptian and or but so my mom is English. في هنا وانا ما خدتش بالي من انجليش. طب ها المفروض تكون هتختاري ايه؟ بسرعة لحظة. شوية. My dad is Egypt but بات اخترتي بات. اوكي ثانك يو. يلا اللي بعدها نمبر 4. شينج تشينج تشينج وانتد لانت تو to نقط redo زي replant reclean the seeds to grow. مش فاهمة يعني. أنا مش فاهماها. مش فاهماها؟ اوكي يبقى انت عايزه تفهمي درس تاني. انت عايزه تفهمي. اوكي تاني. طيب اوكي يا اثار ثانك يو. يلا يا ادم بليز انسر نمبر 1 اند 2 هير. لوك ات ذيس ووردز اند تشوز فروم ذم تو بوت ات ان ذا ميسنج بارتس. ها تشيز تشيز رايس دميتا فيشرمان. طيب ده بتاع درس النهارده وده ما لحقناش لسه نذاكره، احنا هنختار من هنا. اوكي open page 41. one 41 افتح الصفحة اللي بعدها صفحة 41. اوكي answer these two questions. farmer دي yes يا شام are you raising your hand yes yes you want anything عايزة حاجة no طيب اوكي يلا يا آدم دي farmers produce A, B, C, D. أنت اخترت إيه؟ دي دي طيب نمبر 2
Number two. Number two. If. Yes. Life is good, huh? Number two. If. طيب اوكي ثانك يو يا اد. يلا يا هشام Yeah. خلي لي نمبر 1 تاني هنا. farmers produce Produce farmers produce in the yard. طيب نمبر 2 What? نمبر 2 life is good Okay. Life is good. They. ما سنت واحد فبوجي. هم. عارفة السؤال Life. ايه؟ Homework and watch TV. طيب ثانك يو يا هشام. يلا يا جودي أنا يا مس بليز انسر نمبر 1 اند 2 اجين. Life is good لا فارمرز in the ميتة produce. اوكي ماشي. طب واول سؤال Farmers produce yes vegetables and fruit thank you يا جودي. Okay, Esther, please answer number 3 and 4. What do Egyptian farmers 3. raise? Fatima loves ice cream. They raise chicken. Goat and احنا فين؟ احنا فين يا اسر؟ We are here number 3. Number 3. Fatima loves ice cream. She did her homework and watched TV. طيب السؤال اللي قبله بقى فاطمة loves ice cream. فاطمة love ice cream and chocolate. Thank you يا اسر. طيب يلا كلنا بقى انا هفتح دلوقتي هبعت لكم لينك كويز على على الشات بوكس تمام معايا كلنا. معاكي طيب هبعت لكم لينك كويز على الشات بوكس كلنا هنفتحه ونحله، ولو السيشن خلصت انا برضو فاتحه الكويز ومتابعاكم تمام، هبقى عارفه كل واحد جاب كام يعني نحله بسرعه تمام نكمل فيه حل. انتوا عندكم سيشن بعدي على طول؟ عندكم سيشن بعدي على طول؟ يس طيب هنحله على طول دلوقتي مع بعض لحظه واحده هبعت لكم على او ده برضه امتحان يا ناس يس كده امتحانين بس دوت على ايه؟ على and و but اللي احنا عارفينها كويس جدا وانا عارفه ان انتوا كلكم هتعرفوا. انا طالما قلت كده يا ناس يبقى طالما كده يا ناس يبقى اسال اسهل امتحان في الشارع. طيب تمام ناس هو موجود يا مس كله and but لو احنا ما لحقناش نحله كله انا هبعت لكم اللينك برضو على اليوتيوب على الواتساب سوري. اوكي يعني اوكي مثلا واحدة اوكي لازم نحله قبل الحصة الجاية مثلا وعادي لو حليناه بعد الحصة اهو كلنا نفتح يلا. حاضر يا رب يكون صح يلا كلنا نكتب أسامينا
هتفتح له بوكس. نكتب اسامينا فين يا مس؟ في ايه؟ احنا لما تفتح اللينك هيظهر لك، انا هيظهر لك زي بوكس كده تكتب فيه اللي اسمك. على عمودي. ماشي يا مس، اكتب اسمي بعد كده ادوس ستارت. بالعربي ولا بالانجليزي؟ بالانجليزي. أدهم دخل. هي وشام. أدهم وشام وإيثار دخلت. أوكي أنا شايفاك كله. ناقص مين؟ ناقص جودي. ادخل يا برافو مس على ايه؟ برافو. يلا يا أنا ادخل على الشات بوكس، هتلاقيني حاطه لك لينك في الشات بوكس. ماي فريند. آسر. اوكي اسر دخل. ناقص انت يا ادم. مس لحظة، ماشي يا مس. برافو يا مس ادهم، برافو يا لحظة شام، انا شايفاك، برافو عليكم. ها يا مس، ياس يا في ادم، افتح شيء يا الشات مس. بوكس هتلاقيني حاطه لينك. فتحت مس اللينك اهو. برافو يا اسر. مس ياس يا ادم يعني ايه شات بوكس يا مس؟ حبيبي، في الشات كده، في مكتوب كده شات، لو دوست عليها في الزوم هتلاقي في ايوه مربع مس، كده مكتوب عليه شات، فتحته ايوه افتحه يا آدم، هتلاقي مكتوب، هتلاقي فيه اللينك، دوس على اللينك ده هيدخلك على الكويز على طول. لقيته حبيبي؟ طب يلا حبيبي كمل، يلا انت دخلت خلاص انا شايفاك. برافو يا ادهم، برافو يا شام. ايثار انت، اسر انت ما حلتش ولا سؤال ليه؟ يلا يا اسر. يلا يا جوزي انت دخلتي دلوقتي انا شايفاكي. try to hurry up علشان احنا قدامنا بالظبط حوالي 7 دقايق ان شاء الله نلحق نحل فيها. برافو يا ادم، ادم لوز برافو ادم. يا اسر. She worked hard. Yes. Made a lot of money. But and you, I like it. Miss? Yes. Miss? Yes. هو نفس ليه وانا بحب نفسي بس انيمالز يعني زي بيدوس لوحده البتاع يا مس، في شويه انا حليتهم وفي شويه التليفون زي كان البتاع داس لوحده كده. بعدين بنلعب لعبه. معلش يا اخي. My grandmother likes the two granites. She don't but Sam likes rock music. I wanted to help him. He did. ماشي حلاتي. خلص. أنا شام. خلص. شام خلصت الأول. Okay, thank you, شام. هيبان عندي دلوقتي مين أعلى سكور. Thank you يا إيثار، عرفتي تخلصي.
الاقي جودي بسرعه شويه حبيبتي. My friend Wolf. وين خلصت الحصة؟ مفروكس أموس شوكليت كيك. آه لو أنت عايزة خلصنا يا مس؟ وأنا هبعت لكم الدرجات على الواتساب. والنهاردة النهاردة هشوف كل واحد كان ناقص في إيه بالظبط، وهنعيد عليهم السيشن الجاي، يعني هنذاكر تاني الحاجات اللي هو غلط فيها، هشرحها له تاني السيشن الجاي. ممكن نروح. أوكي؟ طيب. ممكن نروح. يس؟ أنا بقيت أنزل يا مس. أنت لقيت إيه؟ أنا كنت جايب الأول. أوكي؟ طب. يلا خلاص. ماشي يا ادهم، حلي يا ادهم يلا. ماشي المكلمه الاولى. ايه دخلت امس من تاني. انت دخلتي تاني يا ادهم؟ بس انا هطلع. اوكي يا شام. ماشي انا خلصت هطلع. اللي خلص وعايز يسأل علشان السيشن اللي بعدي. اوكي يلا. خلصتي يا آسر؟ آسر خلصت؟ مش أيوة. أيوة. اللي خلص وعايز يخرج يخرج. جوتي لو خلصتي وعايز تخرجي اخرجي يا ماما. أيوة بس خلصت. طيب اوكي you can go now علشان the session after me. خلاص يا ادم ولا لسه؟ You can go يا جودي. لسه يا جودي. You can go. Bye. ادم خلصت؟ اه يا مس كده لقيت رقم واحد، اصل ظهر عندي واحد اهو يا مس. انت خلصت خلاص؟ لا بس انا ظاهر عندي رقم واحد. عشان انت دخلت مرتين. بس أول مرة رقم واحد، تاني مرة دخلت خلينا نمبر 7، بعدها بقيت تاني نمبر 1. دخلت مرتين حبيبي. آسر أنت خلصت؟ لسه ما دخلت تاني. لا يا آسف خلاص كده انت دخلت اول مرة والدرجة عندي متسجلة خلاص. خلاص يا يا آدم. خلاص انا مستني سؤال. طيب اوكي. دون وري يا آسر انت خلاص حليت والدرجة بتاعتك قصادي. مس؟ يس. طب انا يا مس كنت اول مرة مسجلة اكتر بس هبعت لكم اللينك بتاع الكويس ده نحله تاني، اوكي؟ هبعت لكم اللينك الكويس ده نحله تاني. وخلصت وبعدها خرجت. وبعدها جيت ألعبه تاني جابني رقم 7. عشان أنت دخلت مرتين حبيبي، المفروض تخش مرة واحدة بس. طب أنا كده أول شوط. يلا خلاص نطلع. أنا كده مسا كده مسا كنت. طب يلا بقى نقفل السيشن علشان خاطر عندكم سيشن افتر ماي سيشن. يلا باي. ميس هبعت لكم الدرجات على الواتساب. يلا باي باي ميس. باي حبايبي.
وسلام. سلام عليكم. سلام يا آسر.